بطريقتها الخاصة أحبت أن تشارك العرب ولبنان بهذا الاحتفال فقدمت لهم هدية، هدية تمثلت بمشاركتها بهذا الحفل. إنها سفيرة اليونيسف الفنانة نانسي عجرم برسالة إلى العالم، فلتتفضل نانسي عجرم. بونسوار، أنا مبسوطة أني معكم. أكيد بدي أحيي كل الوفود المشاركة، الوفود العربية، وبدي أقول لهم أهلا وسهلا فيهم ببلدهم. يلا